بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار اسئله حضراتكم. يا جماعه، الزواج من اعظم نعم الله علينا. الزواج ربنا سبحانه وتعالى جعله في القران ست كلمات مهمين جدا. الكلمه الاولى الزواج ايه من ايات الله تبارك وتعالى. نعمه من نعم الله تبارك وتعالى. يعني بيت بيربي شاب قامه وقيمه لما صار شيء عظيم جدا جدا، بيكمل حياته مع بنت، بيسيب الأب والأم والأخ والأخت، فالمفروض تكون هي كل دول. والعكس بالعكس، بيت بيربي ويأدب ويعلم ويهذب، لما صارت البنت قامة وقيمة يدفعونها إلى شاب يكمل الحياة معه. بتسيب الأب والأم والأخ والأخت والبيت اللي خرجت منه، فبيكون لها كل دول. يعني الزوج المفروض بيقوم بكل الأدوار، هو زوج وحبيب لزوجته، وأحيانا أب يحنو ويحتوي، وأحيانا أم تطبطب وترحم، وأحيانا أخ يسمع. فاحنا محتاجين ده قوي 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 قوي. ولما الزوجة بتلاقي الدور ده، الموضوع بيبقى مختلف تماما. يعني بتشيله على رأسها من فوق. ده أصل المسألة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. رقم اثنين الزواج سكن، يبقى رقم واحد الزواج آية. وخلي بال حضرتك، لفت نظري حاجة مهمة جدا يا أستاذة لمياء. اتفضل. شوف يا حضرتك، بنتك وبنتي وابني وابن حضرتك يعيش معانا 10 سنين 20 سنة، بنت عايشة في بيت أبوها 20 سنة و22 و23، وأول ما بتتجوز من أول أسبوع جاية تزور بيت أبوها كأنه هو مش بيتها، هو بيتها بقى اللي هي عايشه فيه. أيوة. وبعدين تستاذن تقول لك انا رايحه فين؟ انا مروحه بيتي. يعني انت بقالك 20 سنه هنا، ده مش بيتك؟ سبحان الله. ولذلك تلاقي القران الكريم دايما نسب البيت للمراه. وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن لا تخرجوهن من بيوتهن. فالخلاصه تكريما للمراه. يا سلام يا سلام، عشان الناس تعرف. ما تطلع ليش جمعيه تقول اصل الاسلام والمراه، اسلام والمراه ايه؟ لم يكرم الاسلام، لم يكرم المراه مثل الاسلام. صحيح. المراه ما كرمها مثل الاسلام، ما صحيح. كرمها مثل الله عز وجل ابدا باي حال من الاحوال. فلازم نعرف ده. ده كانه بيقول للزوج انت ضيف للراجل. شوف بيتك اللي انت جهزته وعملته وبملايين، انت مجهزه ليها. الله يبارك فيك يا رب تكون تستحق. لو حاجه ثانيه الله، ايوه يا رب تكون تستحق. لسه هنقول ده، بس برضه ده يخلينا نقول ايه؟ ان احنا لما نختلف نخلي بالنا، لما نختلف مفيش حاجه اسمها اطلعي بره، مفيش حاجه اسمها سيبي البيت، حاجه ده بيتي مش بيتك. بالظبط. لا، وهي لازم تقدر ده طبعا، عشان كده يعني بقول يا رب مستنياه ومنتظراه، ويرجع البيت يلاقي استراحه محارب. مش يرجع البيت يلاقي عامله شعرها كتاكيت وبتجر ورا العيال بتجري تجيب برده وتجيب اخر البيت من هنا. صلى على سيدنا النبي، يجي قافل الباب وراجع تاني. خلينا من هو كده اصلا، ما انا راجع البيت عشان استريح، مش راجع البيت عشان احارب. احارب بره وجوه مش هقدر، هنخلص مش هتلاقوني. فلازم بقى استراحه محارب بجد. واحه خضراء جنه وارفه الظلال وسط الصحراء. انا داير بره في الصحراء، ارجع بيتي بقى استريح، اخد اشحن بطارياتي زي الموبايل عشان اخرج اكمل. يبقى رقم اتنين سكن، وعشان كده اسمه ايه؟ سكن. سكن، سكون، موده، رحمه. يا ريت كل الناس تفهم ده. يبقى رقم واحد ايه، رقم اتنين سكن، رقم ثلاثه موده، رقم اربعه رحمه. دول في الايه العمده في المساله. ومن اياته ان خلق لكم، من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ايه الموده والرحمه؟ الموده الدرجه الرابعه للحب، لان الحب 10 درجات، ده مش وقته. لكن الدرجه إيه ده؟ حلو ده، احنا عايزين نعمل له حلقه. ده عايز حلقه لوحده. لكن الدرجه الرابعه للحب الموده. الموده يعني الحب الناضج قوي، الحب الصافي، الحب الواعي. طيب ايه الفرق بين الموده والرحمه؟ الموده في حال الرضا، والرحمه في حال الغضب. الموده واحنا صغيرين، الرحمه واحنا كبار. الموده في حال الصحه، الرحمه في حال المرض. دين ما فيش زيه اصلا طبعا. ادي اول 4 كلمات. الكلمه الخامسه الزواج ستر. وربنا لما استخدم كلمه الستر هنا استخدم كلمه عجيبه الشكل، قال: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. الملابس دي غطا. الملابس دي بتدينا احساس بايه؟ أولا الستر والرضا عن شكلنا. جميل. ينفع نعيش من غير الملابس؟ يبقى ما ينفعش نعيش من غير زواج. دي نقطة مهمة جدا. ما بيقولوا لك حاجة في الكتب؟ طبعا بيقولوا، ما أنت عارف هما ما بيسكتوش. ما بيريحوش أصلا. يمكن مش عاجبهم الكلام ده أصلا، أو مش لاقيينه مثلا، ما علينا. لكن أنا الملابس لا، دفى. النقطة الثانية زينة. واحنا بنلبس وخلاص؟ لا، ده تفصيل مش عارف. تلبس الحاجة اللي انت راضي عنها بالظبط وتحس بشكلك فيها كويس. والبدلة يحط لها مش عارف يجملها ازاي، ويحط زرار ايه ويلبس ايه. الله، ده زينة، ده الزوجة زينة.
ده كمان انا ما اعرفش اعيش من غير ملابس، يبقى انا مش عارف اعيش من غير زوجه، هن لباس لكم. كمان ستر بقى، حتى كانوا زمان كده يقولوا ايه، ستر وغطى على بعض. ايوه تمام، مش مجرد ما زعلت ورحت عند بيت ابوها يا خبر ابيض تحول الى عدو مبين. ايه يا ست في ايه، ما تهدي، لا ابدا. وكذلك الراجل ما يقعدش مع اصحابه كده يفرد وينسوا تماما اي لحظات ازمه كان فيها شيء كويس بينهم جماعتهم ببعض. عشان كده سيدنا النبي قال لنا ان الناس دي من اشر الناس. اعوذ بالله. طبعا، لان انت ولا تنسوا الفضل بينكم. الله ينور عليك، ولا تنسوا الفضل بينكم. وسيدنا النبي لما بيسال الصحابه، هو ممكن حد بيتكلم على زوجته والزوج قال له يا رسول الله، قال لا تفعلوا، فانما ذلك مثل شيطان غشي شيطانه والناس ينظرون. ان من اشر الناس منزله الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. اشر الناس يوم القيامه اللي بيكشف سر زوجته، اشر الناس يوم القيامه اللي تكشف سر جوزها. عجبني جدا القصه، يمكن حضرتك قلتها كذا. أيوة. مره الرجل اللي سالوه انت بتطلق ليه، قال لهم انا ما اتكلمش عن شيء يعني عن عرضي. أيوة. ولما طلقها سالوه تاني، طب هي دلوقتي خلاص بقى ما بقتش. أيوة. على زوجها، قال لهم ما اتكلمش عن واحده مش على زوجتي. هو ده، هو ده دي الاخلاق، هو ده يا استاذه لمياء. اشر الناس ونفس منزلة. والعكس طبعا، ما هو اشر الناس منزله الراجل اللي بيكشف سر زوجته، اشر الناس منزله الست اللي تكشف سر جوزها. زي ما بتقولي حضرتك الاعرابي، انت متجوز وبينك وبين زوجتك خلافات، ايه اللي بيحصل؟ قال ده عرضي، ما اتكلمش على عرضي. ثم طلقها، طب ايه اللي كان بيحصل؟ يقول ده عرض غيري، ما اتكلمش. رقي، قمه الرقي. يا ريت نوصل للدرجه دي، يعني دي درجه عاليه قوي قوي قوي. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، وفي الاخر لو فيه اولاد هم اللي خسرانين. طيب الكلمه السادسه ومهمه جدا جدا عشان ننتقل لنقطه ثانيه، الكلمه السادسه الزواج ميثاق غليظ. صحيح. فالميثاق الغليظ ما يتفكش بسهوله، ولذلك تعريف الطلاق ايه؟ حل عروة النكاح، حل وثاق الطلاق، لأنه وثاق قيد. وده ما يحصلش إلا لضرورة شديدة جدا بالبلد كده، للشديد القوي زي ما نقولها كده في الصعيد، شديد قوي دعا إلى ذلك. استحالة العشرة، فيه ألم، فيه إيذاء، خايفين نقيم حدود الله عز وجل، ساعتها وماله، بس يكون برقي، يكون برجولة، يكون بمعاني الشهامة، يكون بنخوة، يكون بمروءة، يكون بشياكة وتقدم ورقي وتحضر. وده المسألة. قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، عايز تطلق وتتجوز فلا تأخذوا منه شيئا، اوعى تأخذ منها حاجة. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ في القرآن الكريم يا أستاذ الأمياء ذكر على حاجتين. الحاجة الأولى العهد الذي بين الله والأنبياء. قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال الله عز وجل عن الزوج والزوجة وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالميثاق اللي بين الزوج وزوجته قد الميثاق اللي بين ربنا والأنبياء. يعني فالموضوع مش سهل ابدا. فالموضوع بقى انه ايه، الناس اللي بتستسهل وتدخل الجوازه ومن اول شهر تطلق بالزبط. واللي ما بتستحملش تعيش، واللي على اتفه الامور والاسباب تقول انا عايزه اتطلق، طلقني 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 طول الوقت. بالظبط، اصله مكشر، اصله مش عارف بيعمل ايه، اصله قال لي ايه. لا، امال فين، فين التحمل؟ ونقف جنب بعض ونطول بالنا على بعض، وخاصه السنتين ثلاثه الاولانيين لسه الطباع لسه بنطبع طبعا زي التروس كده مع بعضها، لازم احصل رايش كده في الاحتكاك لحد ما نبدا نطبع على بعض. هي تفهم بيحب ايه وبيكره ايه، وهو يفهم بتحب ايه وبتكره ايه، فنبدا نقابل بعضينا عشان نقدر نعيش. طب اذا استحالت العشره وحان وقت الطلاق، القران الكريم قال لي ان انت لما تيجي تطلق تطلق باحسان، بجوده، بايزو، لانه ربنا لما امرني بالاحسان امرني بالاحسان في كل شيء. لما تيجي تقول كلمه قول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. لما تيجي تجادل جادلهم بالتي هي احسن. لما تيجي تطلق امساك بمعروف او تسريح باحسان. يبقى لابد من الجوده عند التفريق، لابد من الاحسان عند الطلاق. احسن الى زوجتي حتى ولو ليس بيني وبينها اولاد، فما بال حضرتك لو بينا اولاد؟ لابد هنفضل في صله وارتباط بينا العمر كله. الله يبارك في عمرك. ونفس الحكايه للزوجه طبعا يا فندم. احنا كلامنا يا فندم دايما دايما ما بنتكلمش. ايوه الله ينور على ساعتك. ما بنتكلمش نقول للراجل بس اعمل وخلي بالك وانت ما يهمكيش، لا طبعا، انت اعمل، انت اعملي، انت مد ايدك مد ايدك، انت احسن انت احسني. ما هو المطلوب ايه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها يا فندم انا مستني لما هو يعمل، طب ما تعملي. ما البيوت بتضيع بكده ونعند مع بعض. يعني تحيه
تقدير لكل اتنين تم بينهم وبين بعض الانفصال وتم الطلاق وعلاقتهم ببعض علاقة طيبة وبيربوا ولادهم تربية كويسة. لا الولاد بيعانوا نفسيا من فقدان الأب والأم ووجودهم مع بعض في أسرة واحدة، وهم بيربوا كويس جدا جدا وحريصين جدا على نفسية أولادهم. لا عمرها قالت كلمة وحشة على الأب، ولا هو عمره قال كلمة وحشة عليها. ده على رأسنا الناس دي، لكن ان الزوجة مجرد ما اتطلقت حرمت الاولاد من ابيهم وكرهت الولاد في ابوهم، هذا لا يجوز شرعا. طبعا مجرد ما طلق هو نسي ولاده ورماهم، هذا لا يجوز شرعا. يا جماعة هنسأل امام الله عز وجل، الست اللي منع الاولاد انهم يشوفوا ابوهم، انت قاطعة للرحم وبتدفعي ولادك تمن. هيدفعوا يا فندم. طبعا اولا هي معاصية لله وفاعلة كبيرة من اكبر الكبائر بعقوق الأب وبقطيعة الأرحام، والله لتشربن من هذا الكأس. هيكبروا الأولاد وهيعرفوا أن هي اللي منعتهم وهينقلبوا عليها. فاتقوا الله في الأولاد، اتقوا الله فيما بينكم، حتى لو أنتوا ما تطلقوش بشياكة ومختلفين مع بعض وكارهين لبعض، اتقوا الله في أولادكم، ما تدفعوش الأولاد تمن اختلافاتكم. نقطة، فشلت أن تكون أبا، فشلت أن تكون زوجا، لا تفشل أن تكون أب. صح. فشلتي أن تكوني زوجة، لا تفشلي أن تكوني أم. ودوري على مصلحة ولادك قبل ما تدوري على حرب هذا الرجل الذي طلقك. فلازم نخلي بالنا من ده. أقول لحضرتك معلومة أنا قلتها لك قبل كده بس مهمة جدا جدا جدا. يا جماعة الطلاق حد من حدود الله، وأكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها كلمة حدود الله الطلاق، آيتين ورا بعض، آية 229 وآية 230 في سورة البقرة، ربنا ذكر كلمة حدود الله عز وجل 6 مرات في آيتين بس. نقولهم، قال الله عز وجل، لو نقدر نفتح المصحف افتحوا المصحف وشوفوهم، افتحوا المصحف وتأملوهم، افتحوا المصحف وعلموهم لولادكم، دي مهمة جدا. يا فندم منهج حياة، منهج حياة جامدة جدا. والقضية يا أستاذة لمياء مش في البدايات، في النهايات. حلو. الأخلاق تظهر في النهايات وفي المواقف الصعبة والشدائد. طبعا في البدايات كلنا اتنين ليمون ووردة وحاجة كده روعة، والفراشات تطير حولنا. الأخلاق الحقيقية لا تظهر إلا في النهايات. ابن الأصول ما بيظهرش إلا في النهايات. صح. الصاحب ما بيظهرش إلا في النهايات، لأن الكل بيتجمل في البدايات، كله حلو كده والوردة كله جميل، أفضل ما يكون طبعا، لأنه متصنع. غضبه عشان تعرف هو مين، فراق عشان تقدر تعرف ابن أصول وعرف ربنا ولا لا. دي نقطة مهمة جدا. ما تكلمنيش عن أخلاقك في البدايات، كلمني عن أخلاقك في النهايات. أسأل، ممكن نختلف وكل واحد يروح لحاله، بس مش هأذيك بكلمة ولا تؤذيني بكلمة، مش هسيء إليك بفعل ولا تسيئي إلي بفعل. خلاص كل واحد يروح لحاله، مفيش مشكلة خالص. إيه المانع؟ هو لازم كل اتنين يتجوزوا ويكملوا؟ لا عادي، ما كانش أحل ربنا الطلاق. لكن زي ما حضرتك قلت كده بمنهج، ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب مش نافع الموضوع ده، خلي بالك ده حد من حدود ربنا. نقول الآيات، احفظوا المعلومة دي يا جماعة. عارفين يعني ايه واحد متعدي لحدود الله؟ اي راجل يطلق زوجة ولا يحسن اليها متعدي لحدود الله. اي راجل يطلق زوجة ويسيء اليها ويأكل حقها متعدي لحدود الله. اي واحدة تطلق من جوزها وتلبسه تهم وتلبسه قضايا هو ما عملهاش متعديها لحدود الله. فالاثنين الراجل والست لازم يخلي بالهم من حدود ربنا. قال الله عز وجل، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى الآية 229 فيها ربنا كرر كلمة حدود الله 4 مرات. طب نيجي بقى للآية 230، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الآية 229 الآية 230 ذكرت في الطلاق 6 مرات حدود ربنا. يا جماعة خلي بالكم. الآية اللي بعدها بقى الآية 231، أنا محتاج كل مأذون، كل شيخ، كل إنسان، كل محكم يقعد بين راجل وست يقول لهم اقرأوا 229 230 231 من سورة البقرة. احفظوا الكلام ده، مشايخنا أساتذتنا كل الناس تحفظ الثلاث آيات دول، 229 230 231، ميثاق الطلاق. يبقى أدي الطلاق مرتان، فإن طلقها الآية بعدها على طول، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وهنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل.
النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار اسئله حضراتكم. فضيله الشيخ، نكمل الايه الثالثه في سوره الطلاق. الله يبارك في عمرك. احنا قلنا يا جماعه اي حد عايز يطلق، اي شيخ قاعد ما بين اثنين، يقول لهم الايه 229 والايه 230 في سورة البقرة، والآية 231. كنا احنا بنقول الآية 231: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. مش هطلقك، أنا همسكك مش عارف إيه، أنا هعمل فيك إيه، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أنت كده معتدي. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طب الرجل اللي يقول لمراته مش هطلقك بس روحي خلعيني، أنا من وجهة نظري لأ، اصل هو الراجل المخلوع ده راجل يعني شيء غريب يعني بجد. يعني ما هو يعني عايز انت متخيله سعادتك راجل عايز يجبر حد يعيش معاه. طب ما هو لو رجل قبل ما تقول له انا مش عايز اعيش معاك او عايز ان هي تتنازل بقى ما يخسرش حاجه وما يدفعش حاجه، متفق يا فندم، من غير يعني المحاكم وقضيه وخلع ويبقى خلعت زوجها وهو مخلوع وبينهم بعض اولاد، طب ليه؟ هو حكم شرعي وماله، براحتك، انت فهماني حضرتك. لكن هو الصح ايه؟ تعالي نتفق مع بعض، مفيش اي مشكله، خلي هو ظروفه على قده وهي محتاجه انها تتطلق وماله، نقرب المسافات. قال الله عز وجل: وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. هذا الموضوع. طيب ايه الضوابط بقى واحنا بنطلق؟ 10 ضوابط، 10 اخلاق. الضابط الأول نسميه رعاية المصلحة. الضابط الثاني، وهنقول بقى على كل واحد من دول دليل كده وبسرعة، لكن هنقولهم كلهم إجمالا. تفضل. 10 ضوابط. نقولهم كلهم الأول بعدين نشرح. الله يبارك في عمرك. 10 ضوابط للطلاق، 10 أخلاق للطلاق. الخلق الأول رعاية المصلحة. الخلق الثاني أن يكون الطلاق عند خوف ألا يقيم حدود الله. الخلق الثالث عدم التطليق بقصد الضرر الزوجة. عدم التطليق بقصد ضرر الزوجة. الخلق الرابع أن يكون له سبب وداعي، طلاق من غير سبب مش أي حاجة بالضبط. الخلق الخامس أنه لا يوقعه طلاقا ثلاثا في وقت واحد، يكونش ثلاثة في وقت واحد. السادس الإشهاد على الطلاق. السابع أن يطلق بنية الطلاق. الثامن ألا يطلق في إغلاق، يعني ما يكونش غضبان أوي 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 أوي. التاسع أن يكون مأذونا فيه شرعا، يعني أن يكون طلاق على السنة وليس على البدعة. العاشر أن يكون بإحسان ومعروف. تمام، يلا نبدأ واحدة. بقى من الأول. أول واحدة يبقى لابد من رعاية المصلحة. يعني إيه رعاية المصلحة؟ ما استعجلش بالطلاق، أشوف المصلحة فين الأول. بيسألوا عالم من العلماء: من الفقيه؟ من؟ الفقيه. الفقيه العالم. قال: لا أقول الفقيه من يعرف الخير من الشر، ده سهل، إنما الفقيه والعالم والحكيم من يعرف خير الخيرين فيفعله وشر الشرين فيجتنبه. ده الصح. فلا بد من رعاية المصلحة، ونشوف حكم من أهله وحكم من أهلها، نستنفذ كل وسائل الإصلاح الأول، ثم نجعل الطلاق آخر نقطة. طيب رقم 2 أن يكون الطلاق عند خوف، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. هو خايف على نفسه، هي خايفة على نفسها، حصل ما بينهم ما نستطيع أن نسميه يا فندم، في حاجة مهمة قوي اسمها الطلاق العاطفي. اللي هو إيه بقى؟ الطلاق العاطفي ده له درجات، يعني من وجهة نظري كده الطلاق العاطفي فيه ناس مطلقين عاطفيا بقالهم سنين، ثم قد يأتي الطلاق العادي وقد لا يأتي. يبدأ الطلاق العاطفي ازاي؟ واحد عند فقدان الثقة من احد الطرفين، ثم يتطور فقدان الثقة الى فتور الحب والمشاعر عند احد الطرفين، ثم يتطور فتور الحب الى الانانية. كل واحد بيدور على نفسه، على اكلته وشربته وفسحته، اصبحوا مش شركة بالظبط. فبدأ كل واحد بقى ايه، ايوه مش شركة، فبدأ كل واحد يدور على اللي يفرحه نفسه بنفسه. ثم الأنانية أنتجت ما يسمى بالصمت الزوجي أو الخرس الزوجي. خلاص ما بقاش في أي حوار ولا نقاش بينهم وبين بعض خالص، فيش حاجة بتجمعهم إطلاقا. فممكن يعدي بالأسبوع ما فيش حوار، تاكل آكل، وضعت الأكل أكل، شرب قام، مشي، مش حوار خالص. ثم يأتي في المرحلة الخامسة الطلاق العاطفي. خلاص بقى ما بقاش في أي عاطفة بينهم، فيش أي مشاعر، خلاص. ممكن يكونوا عايشين بس عشان خاطر الأولاد، زي ما بنسمع في بيوت وأسر كتير جدا للأسف. عيشة والسلام. أيوة أيوة، عيشة والسلام. احذروا الطلاق العاطفي، يبدأ بفقدان الثقة، ثم فتور الحب، ثم الأنانية،
ثم الصمت الزوجي والخرس الزوجي ثم الطلاق العاطفي، احذروا من ده. يبقى الخلق الاول يا فندم رعاية المصلحة، ادور على المصلحة فين وتتعمل. الخلق الثاني عند الطلاق ان انا خفت الا يقيم حدود الله، انا خلاص مفيش مشاعر خالص، خايف على نفسه وخايف على نفسها. ممكن نقسم البلد نصين، هو نتفق معها ان يتزوج، لا مانع ان ارادت ذلك ان هو يتزوج. اه طبعا، لما يبقى الموضوع من ناحيته هو. بالضبط، من ناحيته هو، والدنيا قافله خالص وبينهما اولاد وهي موافقه على ذلك، لا مانع، ويبقى في النور وعلى عينك يا تاجر. تمام. رقم ثلاثه، الا يكون القصد من الطلاق الضرر بالزوج. انا بقى هعمل فيك واسوي، انا هعمل كذا، انا هأدبك وهربيك، انا هوديكي، انا هربيكي، انا لا 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 لا. قال الله عز وجل ولا تضاروهن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ايه الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر ابتداء الضرر، الضرار مقابلة الضرر باشد منه، يعني ضربوا ألم ضربوا عشرة، فده ضرر وده ضرار. او ان الضرر ضرر بالغير يعود علي بالنفع. طب والضرار ضرر بالغير لذات الضرر لا يعود علي بالنفع، هو شراني لوحده. لا فيش فايدة فيه. للأسف في كده، للأسف لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، في ناس كده. فيبقى عدم إيقاع الطلاق بغرض ضرر الزوج. طب الخلق الرابع، أن يكون الطلاق لداعي وسبب، يكون فيه سبب، ما نلعبش بدين ربنا، ده الطلاق دين. الطلاق شرع يا جماعة، فلا بد ان احنا نخلي بالنا. ولذلك العلماء اوردوا كلمة قالها سيدنا عبد الله بن عباس مهمة جدا جدا، قال الطلاق عن وطر، واو طائره، فلما قضى زيد منها وطرا، وطرا يعني حاجة. فلا بد للطلاق ان يكون له سبب، ان يكون له داعي، ان يكون له حاجة، ان يكون له ضرورة. مش بنلعب، مش مجرد اصله بصلي بصة مش حلوة، اصله هو قال لي اترمي هنا. طبعا لا، ما ينفعش يقولها كده. لكن مش ده اللي هنطلق بيه عشانه، يعني ايه ازاي يعني؟ مش ده اللي يبقى سبب خراب البيت، لانه الطلاق هو خراب. انا مش موافق انه يقولها كده، انا مش موافق. لكن مش هو ده اللي يعني نطلق عشانه يخرب البيت عشان، فهماني حضرتك؟ فلا، اصل كمان يا فندم احنا اتجوزنا، انا مش بتعامل مع حته ازهاز ولا بتتعامل مع بسكوته. طب هل هو الفكره هنا عدم الفهم الحقيقي للحياه الزوجيه من البدايه؟ هما مش فاهمين قيمة الحياة الزوجية، عشان كده الموضوع بقى فيه استسهال. أقصد إنه ما بقاش عندنا الثقافة اللي توعي الجيل الجديد اللي طالع قيمة إنه أنت هتبني بيت، هتبني، وبناء البيت مش سهل. هذا أحسنتي، أنا عجبني الكلام ده جدا، مظبوط يا فندم. الحمد لله. لما اعترضنا الحمد لله. أي فعلا في كتير بيوت تربي 10/10 والبنت طلع بامتياز مع مرتبة الشرف في الدراسة، لكن للأسف الشديد ما لو دخلت المطبخ تكسر الحاجة. طب دي لما تتجوز هتعمل ايه؟ وامها مربيها على انها المعادي، محدش يكلمك. طبعا. طب دي هتنظف بيتي ازاي؟ فهماني حضرتك؟ عمرها امها ما قعدت جنبها وقالت لها زوجك وطاعته من طاعه الله، وخلي بالك من كذا، شوف اللي يرضيه ايه؟ ده الملكه امامه بنت الحارس بتقول لبنتها الاميره اللي ابوها ملك اسمها ام اياس، كوني له امه يكن لك عبدا. انما دلوقتي بعض الامهات هو هي خلي بالك جوزك على مش عارف ما تعمل ايه، وهو مش عارف ايه، وانت هو واخد خدامه. لا حول ولا قوه الا بالله، ست بتخدم بيتها وانا بخدم بره، بتخدم جوه وانا بخدم بره، وانا بشتغل لمين وبعرق عشان مين وبجيب فلوس عشان كل مين؟ واحد ليه حتته، كل واحد عشان كده بنكمل بعض. ايوه يا فندم بنكمل بعض، انت بتخدمي جوه البيت انا بخدم بره البيت، مفيش حاجه اسمها انت هتبقى خدام. امال انا يعني انا هتجوز وادخل بيتي اجيب حد تاني يغسل لي هدومي، ادخل بيتي اجيب حد تاني اكلني؟ طب هي وبعدين هو حتى خدمه الزوج ويعني احنا ممكن يبقى معانا ناس بتساعدنا في البيت، لكن الامور اللي تخص حاجه الزوج، الزوج بالذات يا فندم طبعا يعني بيبقى ليها طعم مختلف، متعه مختلفه، هو احساسه مختلف يا فندم. ان اللي حاطط له حاجته هو انت، مش أيوة حد موجود. أيوة عندك اتنين تلاته بيساعدوا ساعتك، لكن لما هتيجي تقدمي لجوزك انت قدمي بايدك انت. طبعا لما تيجي تقدمي فنجان القهوه لا بايدك انت، عندك ثلاثه شغله ماله، لكن هو ده احساس الست الانثى. لا 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 خالص، ما يقلش منها خالص. أنا بالعكس، ده صبح خليها هي تعمل القهوه لكن انت قدميها، خليها هي بتسخن لك الاكل لكن انت قدميه، هي احساسها كده. عجبتني حد كانت بتقول لي كده، انا عندي بدل واحده اتنين ثلاثه لكن انا اللي اعمل كل حاجه لزوجي. طبعا فبقولها لي تقول لها غير حد ثاني يقدم له احسن، او يحس بطعم اكل حلو مش اللي عاملاه بايديها. هو ده يا فندم، هو ده، الله يرضيكي،
هو ده عشان نكمل حياتنا، عشان تقدر الدنيا تمشي، عشان نبقى فاهمين. ولذلك الطلاق لازم يكون عن حاجة. طيب الضابط الخلق الخامس ألا يوقع الطلاق ثلاثة مرة واحدة، لأنه ده مخالف لسنة سيدنا. ثلاثة مرة واحدة يعني يقول لها إيه في مجلس واحد؟ أروح أنت طالع، أنت طالع. ما هي دي بتتحسب واحدة. طالع بتتحسب واحدة بس، لكن مخالف سنة النبي مخالف القرآن، لأن القرآن قال إيه؟ الطلاق مرتان، مرة وبعدين مرة، مرة وخد فرصة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اتعلموا من أخطائكم، اتعلموا عشان تحافظوا على بيتكم. خلي بالكم وقع مرة تانية، لا خلي بالك اللي جاي آخر واحدة، فنبدأ. إنما مش من أول مرة ثلاث طلقات، هذا لا يجوز شرعا. تمام، احنا كده في الكام؟ احنا الخمسة، بقينا خمسة كمان هنبقى نكمل. احنا لازم نطلع فاصل، لازم نطلع فاصل، هنكمل.